كما أعلن قداسة البابا تودروس الثاني عن المبادرات التي قدمتها الكنيسة القبطية أول شهر ديسمبر الجاري والخاصة بزراعة الأشجار كمساهمة من الكنيسة لمجابهة التغيرات المناخية. كما أشار قداسته إلى المسابقة التي ستطلقها الكنيسة لبرشيات وكنائس القراز المرقسية حتى شهر نوفمبر المقبل، مشيرا إلى أن تفاصيل المسابقة ستعلن خلال يومين على صفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. جاء ذلك أثناء إلقاء قداسة البابا عظته الأسبوعية في اجتماع الأربعاء أمس من المقر البابوي بالقاهرة. وقال قداسته: بدأنا من أول شهر ديسمبر مبادرة زراعة الأشجار، وكما نعرف أن مصر ستستضيف مؤتمر التغيرات المناخية العالمي في نوفمبر القادم، لذلك كمبادرة من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أعلن عن مسابقة لزراعة الأشجار من خلال الكنائس، وسيتم إعلان شروط وجوائز المسابقة على صفحة المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية خلال يومين، لتكون متاحة لكل الكنائس والإبرشيات. كما حذر قداسة البابا تودروس الثاني من التهاون في الاحتراز من مخاطر فيروس كورونا المستجد، ولا سيما في ظل وجود المتحور الجديد أوميكرون، وشدد من خطورة الإصابة التي قد تؤدي إلى الوفاة. وأشار قداسته إلى جهود العلماء لتطوير اللقاحات. جاء ذلك خلال إلقاء قداسة البابا عظته أثناء الاجتماع يوم الأربعاء مساء أمس من المقر البابوي بالقاهرة. وعن قداس عيد الميلاد قال قداسته: ستكون صلاة عيد الميلاد في كاتدرائية ميلاد المسيح في العاصمة الإدارية، مع الحذر من الاختلاط والتزاحم والالتزام بجميع الإجراءات الصحية الهامة. وأضاف علينا في فترة الأعياد المقبلة وكثرة الخروج بأن نلتزم بكافة الإجراءات الاحترازية الضرورية، وربنا يشفي المصابين ويحافظ على صحة الجميع.